السلام عليكم. في فازة جديدة من عند اكتيوتو اللي هي لوكازيون في اكتيوتو اكسترا. دونك اليوم جبنا لكم كهرباء اللي هي توانسة كل يسألوا عليها خاصة في لوكازيون. كهرباء محبوبة برشا، علاش؟ على خاطر عندها دي بوان، مش حكيوا على 5 بوانات في لوكازيون. الكهرباء هذه ماشية 70,000 كيلومتر، عندنا لي ديتايل كلهم نتاعها في لونتروتيان. حابين نقسموا معاكم الحكايه هذيا باش لي ديتاي نتاع لونتروتيان ونتاع استعمالها اليومي كيفاش باش تكون. دونك هنا باش نحكيوا على البوان المهم الاولاني بكل، انه كي تعيش بها مده شنو يصير. دونك نشوفوا اللي استعمالها سامبل على الاخر، ما تخافش عليها، تنجم تمشي بها وين تحب انت، تقاريها وين تحب انت. الحقيقه القطايع نتاعها قوتهم اللي هما رخاص، كو سوسوا في معناها في البياس دو روشانج دوريجين ولا في البياس دو روشانج ادابتابل، فيو كو هي تركب في تركيا. دونك لا تراك يعملوا في دي بياس دو روشانج ادابتابل قراب برشا للموديلات دوريجين. عملنا بطبيعه الامر شفنا الحكايه كلها، عملنا دوره، خذينا دي دوفي في اسوام نتاع القطايع الكونسومابل بصفه عامه. باش نحكي على لونتروتيان اول حاجه. بالنسبه للانتروتيان يلزم لي زونتروتيان نتاعها يتعاملوا كل 10,000. الحقيقه الكهرباء هذيا عملت لي زونتروتيان نتاعها الكل عند لي كونسيسيونير ولا عند لي زاجون كونسيسيونير. شنو نعملوا؟ نلقاو اللي الفيدونج زيت 1000 اللي هو ريكوموندي بار كونستركتور مع فلتر اير مع فلتر الزيت يعطيني تقريبا 140-150 دينار. بعد في 30,000 عندها حاجة اللي لازم تبدل اللي هما لي باتان دو فران. سوم لي باتان ما بين 150 و 180 دينار. الأحسن أن نقعدوا ديما نعملوا لي زونتروتيان نتاع تبديل الباتانات في 30,000، دونك 30,000 60,000 90,000، والسوم هو هذاك. عندك حاجة أخرى، علاش قلت يلزم نبدلوا لي باتان في 30,000 ويقعد ديما الريتم نتاعك في النوع هذاك؟ علاش؟ على خاطر إذا كان ما تبدلش باش تتعدى تمس لي ديسك، واللي ديسك سومهم تقريبا 400-500 دينار في تبديلهم وحدهم، اللي هو حكايه زايده. الاحسن انك تقعد ديما في لي زونتروتيان وعندك ليفيكاسيتي تاع الفريناج. ما نساوش حاجه، علاش لازم يكون الفريناج نتاعك مريقل فيها؟ خاطر ما نساوش اللي ما فيهاش لا بي اس. دونك باش نحكي على حاجه مهمه برشا في ليتيزاسيون كوتيديان، اللي انت تسوقها الانسيان، معناها تقعد ديما تحاول باش تسوق دون لو سونس انك تيونتيسيب في الفريناج، ترد بالك سواء تغزر اللي وراك بطبيعه الامر واللي قدامك باش ما يصيرولكش مشاكل معاها. من بعد او نيفو طوله، باش نرجع نحكي على الطوله وعلى كل الضربات اللي موجودين هنا، طولتها اللي تنجم تتعرض لدي ديتاي اللي هما تنجم يكونوا ثم جرحات في الاجناب. دونك كيما قاعدين تشوفوا في دي ديتاي او نيفو نتاع البيبان من هنا ومن هنا او نيفو دي باراشوك زاده، المشكل اللي هما كل لي زيغراتينور هذوكم الحقيقه تكلفتهم في الدينه مش حاجه كبيره. لي روتروفيزور نتاعها من هنا وهنا الحاجه باهيه فيهم اللي هما ينجموا يتسكروا ما يجرم حتى من حتى كان يضرب ولا حاجه، الحاجه باهيه فيهم اللي معناها ما ينجموش يتكسروا بسهوله برشا، هذه خاصيه باهيه فيها. باش نقول زاده حاجه اخرى على حكايه السيرور، كو سوسوا في الباب ولا في الكوفر، زوز حاجات هذوما اللي هما ياسر سنسيبل، لازم واحد يثبت، وخاصة انه ساعة ساعة يجربهم باش يحل سورتو الباب وكل. إذا كان لا قدر الله المفتاح ما لا كوموند ما عادش تخدم. دونك هذيك لازم تعمل ضربات اللي هي كيفاش نجيو نحلو مانويلمون، معناها الواحد رغم اللي هي ثم لا كوموند ديستونس. كما قلت زاد بالنسبة للكوفر التالي ثم سنسيبيليتي شوية انه ينجم يتخلع، هذاك علاش لازمنا نردوا بالنا في حكاية انه ما نخليوش حاجات غاليين في الكوفر. مع العلم انه انطلاقا من الروستيلاج اللي صار لها وقت تبدلوا لي زوبتيك هذوما وتبدلوا زاد الاضواء التيلانين، انا تقريبا في تونس في السيريه ابارتير من السيريه 196-197 السيرور تبدلت ولات اكوموند الكتريك، وهذا معناها حاجه من الحاجات اللي نحات المشكل نتاع الكوفر اللي كان ينجم يتحل، معناها الي فورسي. باش نقول حاجه على علوها وباش نحكي على داخليني زاده، انه قوتها بالحق انها تنجم تصدم بها في اي بقعه. علاش؟ خاطر راهو علوها تراو فيها كيفاش عاليه، معناها كلها لوتور
دو كيس يخليها انها مثلا تمشي بها البحر، تمشي بها البقعه، بطبيعه تسيس روحك ماشي كتف وكات، معناها يلزم تخمم انها تنجم تمشي في اي بقعه. احنا في تونس خاطر عندنا برشا كيسات مكسرين، عندنا برشا حفر نحبوا نمشيو بها البحر، دونك نجموا نسيسوا روحنا ونتعداو بها في برشا بلايص. الحاجه اللي باش نكملوا بها هي انه الانتيريور نتاعها اون تيرم ديكيبمون في الفيرسيون اللي بداو فيها لي جونت الياج وفيها لي زونتي برويار، فيها حاجه اخرى اللي هي فيها ليكرون تاكتيل ساهل في الاستعمال، سامبل على الاخر، يخليها اون تيرم ديكيبمون. بيعلق حاجه اخرى مهمه في الفيرسيون هذه هي بيدها تولي زاد لا كليماتيزاسيون اوتوماتيك، زون واحده صحيح لكن اوتوماتيك، فيها دي جيفراج تاع البار بريز، معناها لا فينيسيون الاحسن في شريانها في لوكازيون هي لا فيرسيون اليغونس. باش نحكيو توا من ناحيه لوزور، علاش؟ على خاطر توا انت تقول لي هذايا بتتر دوموندي اكثر لا فينيسيون اليغونس اغلى شويه، كان نلقينا لا فيرسيون اللي باللونجوليفيريت وما فيهاش لا كليماتيزاسيون، باش نقولوا انه البوست في او نيفو نتاع الفيرسيون بازيك كما نقولوا احنا، الامبيونس الداخلانيه ماشي طياره برشا، خاطر كل وكحل والدنيا الكل، والبوست صحيح كامل فيه البلوتوث فيه لي كوموند الكل، وان تيرم معناه ينجم يعيش اكثر بداتر. اما الحقيقه هنا في استعمال 4 سنين للليكرون تاكتيل بالنافيغاسيون، ما نساوش اللي فيه لا نافيغاسيون حاجه مهمه برشا، انك تحط ليزادريس تاع العائله نتاعك الكل، كي اي حد في العائله نجم يستعملها، ينجم يحط ويعرف يعطيك الوقت، زاد عندنا مشاكل في تونس تاع وقت، دونك الاحسن لا فيرسيون الحقيقه ليكرون سامبل على الاخر من عند ال جي هو، دونك هنا ستانجاج تاع انه ينجم يعيش بالكدا حتى اكسبوزي في الشمس ما يجالو حتى شيء، حاجه باهيه. لا فيرسيون زاد اليغونس فيها لو ريغلاج اونوتور تاع الكرسي نتاع الكوندكتور، معناها تنجم تاخذ لا بوزيسيون، وساعات احنا نستعملوها عائليا المراه والراجل يسوقوا، راجل كبير اللي هو الناس كل ينجموا يسوقوها، معناها الريغلاج مهم برشا نتاع السياج، يعطينا ان بلوس دو كونفور. هذه ذوما حاجات دي ديتاي مهمين برشا في الشريان وقت نشيو لوكازيون نعرفوا الحاجات، تشوفوا توا راكم تراو في تصاور تاع الداخليني. باش نوفى مع استعمالها في الكياس كيفاش الاحسن، انه ما نجيلوش بها بطريقه معناها نتاع تهور. علاش؟ على خاطر ليكيبمون المهم برشا اللي باش يخليك علوها ما يخليكش تنجم تعمل بها دي مانوفر كبار، هذاك علاش نسمعوا برشا عباد تقلب بها وكذا، علاش؟ خاطر راهو عدم الاستعمال الصحيح للكهرباء. نخيروا انه كهرباء كيما هكايا استعمال عائلي، كوفر كبير اكثر من 500 إيترا، يهز لك البسكليت، يهز لك القضية، تنجم تحط حاجات تنساهم في وسط الكوفر، معناها موجهة أكثر للعائلة مش للجري ولا كما يقولوا في تونس للتبارتيع الزايد، معناها بطبيعة زاد ما يلزمناش نعمل بها دي مانوفر نتاع فريع في الكياس. استعمالها تشوفوا فيها 4 سنين 70,000 كيلومتر، حالتها بالحق، عمرها ما عملت حتى حاجات إكسترا هكا، معناها هربت ولا امورها بالحق واضحه في الاستعمال هذاك. اللي حاب يستعملها استعمال اخر، يظهر لي يلزمو يمشي يشوف حل اخر، ما يشريش كهرباء هذيا، موجهه للعائله كما قلت. ونقول لكم تويكا تبعونا في اكتيوتو اكس خا، خاطر تلقاو برشا ديزيسي نتاع كراب اوكازيون، وبالطبيعه كما قلنا لكم تلقاو لوتا ان ليان ادريس ميل، اللي يحب يبارتاجي معانا الاكسبيريونس نتاعو نتاع كرهبته ويحكي لنا عليها اون ديتاي كما حكيت انا اليوم، بطبيعه الامر يبعث. ونقول لكم توا باي باي.